المواطن العراقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خرائط العراق وسياسة الترسيم، مقصر وخور عبد الله وشط العرب والشريط الحدودي نموذجا. كثير ما ذهبت أراضي العراق بسبب قرارات أممية مجحفة ضد العراق. هسه فاتورة الخليج تدفع لهذه القرارات، لكن العراق بقي مشاهد عن بعد. قرارات أحادية تتخذ ضده، أراضي ومياه يتنازل عنها كل الحكومات المتعاقبة، سواء حكومات الدكتاتورية أو هذه الحكومات. راح ناقش هذا الملف بالتفصيل، وعلى رأس قضية أم قصر وخور عبد الله وشط العرب وهم قضية الربط السكك يمر عليهم. دكتور وائل عبد اللطيف معي في الاستوديو، الخبير القانوني والحبيب، واحد من الشخصيات الوطنية العراقية. سعادة القاضي شرفتنا. الله يحفظك حبيبي، الله يسلمك يبارك فيك. الله يحفظك، وأيضا الترحيب سيكون موصول بالمفكر والموسوعي العراقي الحبيب والوطني الدكتور علي النشمي. دكتور إذا كنت تسمعنا رحب جنابك. أهلا بيك ونشرفك. الله يحفظك. سأعود لك دكتور علي بعد ما أسأل الدكتور. دكتور وائل عبد اللطيف سيادة القاضي، إيش قد من خارطة العراق خلال 100 عام؟ هسه أريد أسأل سؤال. انقضمت من عندنا أراضي ومياه وقرارات أممية دولية مجحفة بحق العراق. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لحضرتك لضيفك الكريم الأخ الدكتور علي النشمي الموسوعي وعالم الآثار، وفعلا موسوعي. حسنت، صحيح. إلى كادر ومشاهدي قناة الـ WTV الكرام جميعا. طبعا العراق في كل ترسيمة للحدود ينأخذ من عنده حدود. طيب. من رسم ويا السعودية إذا تتذكر هاي الخارطة طالعة هيك بشكل مستطيل. أي. ها هاي انطوها الجماعة للسعودية. بالأردن أخذوا حصتهم، سوريا أخذوا حصتهم، تركيا ما أخذ حصتها بالقوة بقطاعاتها العسكرية. صح. اللي دخلت إلى شمال العراق. إيران نصفت شط العرب. وهذا خط الثالوث كل يوم يتغير، كل يوم يتغير طبعا. ليش يتغير؟ لأنه شط العرب يبني من جهة إيران ويأكل من صفحة العراق. فنسبة الميلان من 75 إلى الآن في 7 مناطق تقريبا كيلوين وميتين. طيب. نوكل من جروفنا بس نبنى بالجانب الإيراني. زين. إذا نروح للكويت. أي. من الـ 32 إلى الآن أكثر من 7 مرات الكويت تتجاوز على حدودنا. يعني من قبل ما كانت قرارات مجلس الأمن من عبروا على الصامتة ومن مدري وين أخذوا وودوا سمير الشيخ لي وراح الوفد ماله. فسبع سعيد نعم. فسبع مرات هم يتجاوزون على الحدود في جنوب العراق. لكن أكثر تجاوز حصل في القرار المشؤوم اللي هو 833 لسنة 93. طيب. هذا القرار بصراحة صدر خارج اختصاص مجلس الأمن الدولي، هذا أولا. اثنين، 4 كانوا لجنة المختار من إندونيسيا والدكتور رياض القيسي الله يرحمه توفى قبل 4 أشهر تقريبا، وممثل من الكويت والأمم المتحدة. فالمختار انسحب، يا بليش؟ قال أنا مريض. واثنين، أنا جاي أرسم بس حدود، ما أرسم مياه، أنا ما مكلف بترسيم المياه، ولهذا أنا ما أرسمها. فانسحب رياض القيسي مباشرة، انسحب لأن شاف أكو شيء بغض العراق. نعم. فبقوا الكويتيين فقط والأمم المتحدة، والكويتيين شوية فلساتهم ناعمة. أي. ضخوا رسموا بالطريقة التي يرونها. لكن الأبلة أنه الاتفاقية اللي عقدت 2012-2013 اسمها شنو؟ اسمها اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله. أي. شلون صارت الظاهر. شلون صارت نص خور عبد الله؟ شلون صارت نص خور عبد الله؟ وخور عبد الله عراقي كما تعلم. أي. عبد الله التميمي، وكان يصيد بهذا المكان ويا ربعة 1500 غير القناة احنا سويناها الملاحة. نعم. أي. وعبد الله الحاكم عبد الله الصباح اجى بال 1776 ف
فارق 200 سنة بين هذا وذاك. اثنين اكو خارطة طلعت في لندن اطلس، الاطلس صح، كاتبين عليها انه خور عبد الله عراقي، وهي خارطة معتمدة لدى البريطانيين اللي هم تقريبا يهيمنون على كل العالم. طيب صار خور عبد الله، لكن الاخطر من خور عبد الله جاينا حقل الدرة. يا الهي، ومياهنا الاقليمية ومياهنا المتاخمة ووصولنا الى المنطقة الاقتصادية. انا اعتقد ان هاي لعبة صفوان، الكويت لا محتاجتها ولا هم يحزنون. اها نعم، قضية قصر هذا هيك عبارة عن ابدا شو أعلى. ولكن الموضوع يتعلق بحقل الدرة. حقل الدرة اذا نريد يمكن بس انت تشوف لو شلون ما يطلع هذا بالليل. يطلع، لا لا واضح 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 واضح. اي شوف احنا عندنا خط الاساس، اي من شط العرب راس البيشه الى خور عبد الله النصف مالنا، صح، هذا يسمونه خط الاساس. اقصى جزر جزر يعتبر خط الاساس. ناخذ 12 ميل بحري يسمونها المياه الاقليميه، وبعدين ناخذ 12 ميل يسمونها المياه المتاخمة، وبعدين لأننا دولة بحرية، صحيح واجهتنا 65 كيلومتر ولكننا دولة بحرية، صح، فنصل إلى المنطقة الاقتصادية اللي نشترك بها احنا والكويت وإيران. صحيح، هذا حقل الدرة إذا تنقط هاي العلامة يصير في المنتصف هنا، هذا موقعه. فالكويت قد ما تاخذ من هذا الجانب من خور عبد الله باتجاه صفوان تقلص من مياهك الإقليمية، من مياهك المتاخمة، من مياهك الاقتصادية. راح أرجع لك. وبالتالي يصبح حقل الدرة من جهة الكويت وليس من جهة. أنا من أعود لك دكتور، أردحكي على هسه رأي عام، أكو الإعلام جاي يشتغل رأي عام، شخصيات الوطنيين في جنابك دكتور علي جمال حلبوسي وغيره، بس الحكومة صمت، وزارة الخارجية صمت، وهذا اللي قاعد نستغرب. خليها من نرجع لك. اي شنو السبب دكتور علي نشمي؟ ذات السؤال اسأل الجنابك، كم خسر العراق من الأراضي والمياه سواء على مستوى المياه الإقليمية وعلى مستوى الشريط الحدودي ما يتعلق الحدود، وليش التنازلات دائما العراق يعطي أراضية ويكون الغائب الحاضر في الاتفاقيات؟ مرحبا بك وبالصديق العزيز والأستاذ الجليل دكتور وائل الحبيب، ولكم وأيضا يعني بيت أعمال رغم أنه أنا وحيدا في الفندق الآن، ولكن مع ذلك اضطريت أن أسوي هذا السكايب الذي لا أفهم فيه كثيرا، ولا يوجد أحد في سويسرا بجانبي حتى يعلمني. فذلك واصلنا صوتك دكتور، تفضل. نعم الصوت واصلنا صوتك والصورة أيضا، تفضل. الحقيقة فقد العراق تقريبا أكثر من ثلث أراضي، يعني لو عدت لك أولا بالعطرين العراق فقد دير سور، دير سور عراقية لحد عام 1920 ولكن طبعا صارت 23 الضباط العراقيين اللي كانوا بالجيش العثماني وكانوا جزء من العربية الفتاة وكانوا في سوريا، فالحكومة العربية بقيادة فيصل عندما كان الملك على سوريا جو إلى دير الزور وأخذوا دبابات ورحلوا تل عفر وأسقطوا الموصل، وبالتالي الفرنسيين الإنجليز جدا تضايقوا وهم كانوا في حالة إقناع الجانب الفرنسي بأن يعطوهم الموصل لأن كانت مساكس ميكو موصل لفرنسا. حصلت مفاوضات على اساس انه هذه مقايضه مقابل تلك، وبالتالي اعطيت دير الزور محافظه كامله الى الان الى السوريين. هاي 1920 دكتور 20، نعم 1920، يعني 103 سنوات. اي الاعتراف بالحقيقه انه قضيه الموصل لم يكن حدود العراق هذه، كل الاراضي من ديار بكر الى حوالي مئات الكيلومترات عمق، يعني كل هذه المناطق هي كانت تابعة للعراق إلى حد الجبال، يعني هذه كل مناطق السهلية الموجودة شمال العراق إلى تركيا
كانت كلها ضمن ولاية الموصل العراقية، ولكن طبعا بعد ذلك عندما صل يعني معاهدة سيفر، وبعد في معاهدة سيفر تابعة للعراق يعني للموصل، ولكن طبعا بعد معاهدة لوزان حصلت ترتيبات، وبالتالي فقد العراق بقدر محافظة الموصل إلى الأتراك. هاتين الخاصرة هاي الموجودة ممتلي وعلي الغربي وما أدري شنو، هذه كلها فقدتها في اتفاقية ذهاب الثانية. وبالتالي العراق تقريبا كان الخط الحدودي تقريبا مستقيم، نعم. ولكن هاي الخاصرة أيضا بالأردن فقدنا صدام حسين، وكان ما يعطي من جيب أبوه، أعطى للأردنيين حوالي عمق 70 كيلو متر من الأراضي التي اتضح بها أنه معادن بها كثيرة، وأعطيت إلى الأردن والسعودية. أيضا هنالك العراق كان يطالب بالمناطق الساكنة قبل اتفاقية العقيق الأول اللي حصلت عام 1922. الملك سعود اللي كان هو سلطان نجد كان يقول أين تبقى البدو الموالين لكم والموالين لا. البدو اللي كانوا موالين إن تقريبا حوالي 200 كيلو متر عمق، حتى لسائر الطريفة إن العراق كان يطالب بأنهم لحد 200 كيلو متر شمال الرياض تبع العراق. اللي بالك هذه في محاضر اتفاقيات المحمرة عام 1913، إنه حد شمال الرياض 200 كيلو متر كلها تابعة العراق، يعني حوالي 400 كيلو متر داخل الاراضي السعوديه تابعه للعراق. تاتي الان الى الكويت. اي الكويت هي المصيبه دكتور، مصيبتنا بالكويت هسه. اي الاهم هو هذا، نحن ارتكبنا او ارتكبت ثلاثه جرائم بحق العراق من ثلاثه اشخاص مبجلين لدى البعض. الأولى كانت هي أولا الإنجليز كانوا مسيطرة على، ما كانوا يريدون الكويت والعراق يكونوا متقاربين، وبالتالي كانوا هم مسيطرين على الدولتين. لكن مع ذلك بال 32 نور سعيد، طبعا البعض الآن يشكك برسالة نور سعيد يقول لك لا مو صحيحة. شنو مو صحيحة؟ العراق دخل الأمم المتحدة على أساس الرسالة المبعوثة من رئيس وزراء العراق الذي حدد بها حدوده. لو كانت هذه الرسالة ما موجودة شلون دخل العراق أسرة الأمم المتحدة هذا اليوم المشؤوم اللي يحتفلون به الحكومة العفنة السابقة قبل حكومة السوداني. القصد أنه كانت 32 لكن ما كان محدد هذه المنطقة، هذه المتمسكين بها الكويتيين. زين. انه انتم هاي الاولى هاي الاولى مع الانجليز. الثانيه دكتور، الثانيه وهي الاهم، اي ب 63 عندما اسقط نظام الزعيم عبد الكريم قاسم، البعثيين ذهب علي صالح السعدي ورئيس الوزراء احمد حسن البكر ذهبوا الى الكويت واستلموا 30 مليون باوند. هذه 30 مليون هو اللي اشتروا بها الحرس القومي، وساووا بها اشتروا بها رشاشات بورسعيد، والباقي بالجيب. 30 وقعوا على هذه الحدود، الكويتيين مستقتلين. هي وقعت ولكن لم توقع من رئيس الجمهوريه اللي كان عبد السلام عارف تلك الفتره. صح. وقعت من رئيس وكان رئيس الوزراء مو هو رئيس الحكومه، رئيس الجمهوريه كان هو رئيس الحكومه، وبالتالي ولم يوقع عليها لا البرلمان ولا اي مجلس هذا، وبالتالي بقت محاضر. الكويتيين مشلبين باتفاقيه البعثيين يوم 63، انتم وقعتوا يعني هذه الاتفاقيه اللي هي من صفوان الى راس البيشه جرها خط. هذا الجريمه الثالثه الاهم. اي خلص ما حوارجع. صدام حسين لخضم خيمه صفوان وقع على بياض كارت بلانش وقع. انا صدام حسين رئيس جمهوريه العراق اوافق على كل قرار تتخذه الامم المتحده بما يخص تقسيم الحدود مع الكويت. الكويتيين قدموا شنو؟ قدموا الاتفاقيه مال 63 اللي وقعها البعثيين ويا البكر، وبالتالي هل تعتبر رسميه؟ ولذلك صدام حسين ما اعترض، ولذلك هذه الجريمه الثالثه. ولكن الحدود لم تحدد بشكل يعني، وضعت دعامات ولكن دعامات العراق لم يوقع عليها يعني المجلس الوطني وغيره. طبعا حصلت يعني حصلت على
بها اجتماع ولكن لم يحصل اتفاق مطلق. جميل. هذه هي الدرائم الثلاثة التي حصلت بحق الحدود وما راح ارجع لك ونكمل السيناريو دكتور علي النجمي. دكتور عبد اللطيف ذكر لنا كثير تفاصيل مهمة وخطيرة دكتور علي النجمي بأرقام وتواريخ وقال لك الجرائم. عندي سؤال، كيف العراق الآن يكسب قرارات اتخذت ضده خلال طيلة هذه السنوات الماضية من عهد أحمد حسن بكر إلى صدام إلى الحكومات 20 عام، لم يذهب وفد عراقي إلى الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية يطالب بحقه من الأراضي والمياه، ليش؟ هو مالت الـ 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 مالت الـ 1963 تدري بال 61 أعلنوا استقلال. عبد الكريم قاسم صدر مرسوم بيان ضم الكويت إلى لواء البصرة. صح. وقال للحميد الحصونة رابط في أراضينا. وين رابط؟ بالمطلع. والآن عندي أنا كثير من الأختام مال الجوازات المطلع على المطلع على المطلع وهم يقرون بهذا الحكي. طيب. فمن رابط بالمطلع كجيش خافوا الكويتيين فدعوا جامعة الدول العربية والدول كلها صارت ضدنا أبشرك ولا دولة صارت ويانا. طيب. فالعراق ما يقدر يقاتل هاي الدول فسحبوا هذا سحبت عليها 30 مليون دولار من المطلع إلى صفوان وهي مسافة كبيرة. صحيح. وهي مسافة كبيرة جدا لا تتلائم مع 30 مليون دولار. هي إذا أخذوها على 30 مليون فإحنا هسه نعطيهم 100 مليون وخير رجعونا أراضينا. غير 30 مليون هي خلي يحسبونهم عليها فوائد وشي كذا ويردوننا أراضينا. ما حصل في الخيمة أكو رأيين مع كل الاحترام لرأي الأخ يقول لك سلطان هاشم ما وقع. مو سلطان هاشم وقع. سلطان هاشم بيا حال حتى يوقع على الحدود. الحدود يراد لها ترسيم يا أستاذ. صحيح. قصي الحدود يراد لها رأي سياسي وهم عسكريين. الحدود يراد لها رأي قانوني وهم ما بهم قانوني وفني ضباط جيش. والأهم هو الفني الثالث. صح. لأنه إذا اتفقوا السياسيين يستشيرون القانوني شنو رأيك يقولهم هذا رأيي وبعد ذلك يجيبون الفني اللي هو اللي يرسم اللي هي المساحة العسكرية. صح. والمساحة المدنية أيضا. فهم بيا حال هم جيش منكسر أخذوا هدنة على وقف القتال وانسحاب الجيش العراقي لكن من انسحب الجيش العراقي ردوا ضربوه مرة ثانية يعني هدنة وحتى يعني كسروا حتى الهدنة اللي هم عملوا بها وبالتالي احنا انطينا فت خسائر هائلة جدا بصراحة يعني في جيشنا وأول ما انتفض على صدام حسين بارق الحاج حنطة اللي هو من كبار ضباط الجيش الشجعان والأبطال وإلى آخره لكنه شاف القرارات اللي قاعد تتخذ ما تنسجم مع وضع القوات المسلحة يعني لا يعقل مهما كان الجيش العراقي من قوة لكن ما يقدر يجابه 32 دولة ما ممكن يعني يعني أفهم جنابة خيمة صفوان ما صار به لا تنازل ولا ترسيم ولا حدود ولا إحنا سألنا كثيرا أنه ترسيم ماكو بس هي صار بها هدنة وصار بها أنه انسحاب واسمحونا أن نستخدم الطائرات السمتية لنقل الضباط لنقل بعض كذا فاستخدموا هاي الطائرات بعدين حتى ينهون الانتفاضة الشعبانية اللي حصلت ورا ما انسحب الجيش استخدمت هاي الطائرات لضرب وراحت أبنائنا مرة ثانية من جديد غير قتال الإيران وغير قتال في داخل الكويت غير الانسحاب انه بلحقوهم ايضا بالطائرات ويعني كارثه كانت في 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 وقتها الحقيقه يعني كارثه كارثه بس حقبه صدام دكتاتوريه دمويه بها مشاكل علينا حصار 32 دوله تقاتلنا 20 عام بعد السقوط هاي مو ظروف انت تيجي ترسم وياي حدود تمام 20 عام انا منكسر ليش ما سويت لك وفد ما يخالف تعرفوا انتم الامريكان زيتون هاي الحكومه انا منكسر انا لي خلق ارسم حدود انا لي خلق ارسم قالوا لا لا لازم انت توقع لنا على ورقه انه انت قابل وتعترف بدوله الكويت وقع لهم رساله قالوا له رئيس المجلس الوطني ايضا نريده سعد مهدي صالح ايضا وقع لهم رساله عندي الرسائل طيب يقولهم انه احنا نعترف استنادا الى قرارات مجلس الامن الدولي نعترف
دولة الكويت ودولة ذات سيادة مستقلة كذا إلى آخره، ونعترف بكافة قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار 833 لسنة 93. نعم ما يخالف، لكن هل أن 833 لسنة 93 تطبق بشكل صحيح؟ الجواب لا، خلي يطبق بشكل صحيح. وهسه وجدنا أن 30 علامة بها غش واختفاء في عملية الترسيم الآن اكتشف. ربعك وين الحكومات المتعاقبة حتى نروح للدكتور؟ ربعنا وين؟ ربعنا. كم حكومة مرت من 2003 إلى الآن؟ هسه نعم أكو مشاكل أمنية وغيرها، بس ما معقول القضية الخارجية احنا توقفنا عنها. والله يا دكتور قصي احنا المفروض هسه خور عبد الله راح فالنخبة ما يروح ما يروح كل شيء ما يروح والله يرجع كل شيء ما يروح. نخبة من أساتذة القانون في خارج العراق وأنا التقيت بهم يطعنون بهذا القرار أمام المحاكم الدولية، يا بتر هاي ظروفنا وهاي معطياتنا وهذا القانون وشلون طبق القرار، ما طبق بالشكل الذي ورد به القرار. طيب والا هذا الثالث المختار قال ابوي انا ما جاي ارسم مياه، انا ارسم حدود ورسمت الحدود وخلصت. فاذا اكو كثير من الهفوات في هذا القرار، فتمسكوا به الكويتيين، عافوا هاي القرارات كلها عافوها وتمسكوا ب 833 لسنه 1993، وهذا القرار بكثير من الثغرات جميل. من الناحية الفعلية وأهمها أنه صدر خارج اختصاص مجلس الأمن الدولي. طيب هم من راح أرجع لك دكتور، الحكومات ليش ما شكلت عن طريق وزارة الخارجية العراقية وفود مختصة تروح تطعن؟ أي حكومة تسألني عنها؟ كل الحكومات من أرجع لك دكتور علي ويا الكويت ويا قضية قصر اللي صارت وملاحظاتك عليها اللي سوت رأي عام كبير جدا بالبصرة وكل المحافظات، انت هم عندك ترى شط العرب راح، شط العرب مالتك هم راح اخوي. والله طبعا انا طرف نحن موسكون ونحن موضوعيون، رغم انني ارى طبعا هذه الهبة الجماهيرية مسألة ايجابية جدا وهذا ما يسمى بالرقابة الجماهيرية الشعبية التي اتمنى ان تكون في كل شيء، ولكن حتى لا نكون نحن سذج طبعا ايادي خفيه تستغلها في صراعات سياسيه داخليه. صحيح صراحة. صح يعني الان مثلا تطلع مظاهرات وينك يا صدام ما ادري شنو ليش ومنهم هذا التقسيم الحدود من سوى مصدام بس فقط انت ملاحظه اي والله اي تفضل كان مصر توقيع لا دكتور وائل هسه انت قلت بعض ابتسام وقع في رساله انني وافق على كل شيء تقرره الامم المتحده وقالوا لنا بس توقيعك توقيع رئيس المجلس وقع. خيمه صفوان هو مجرد على قضايا اشكاليه ولكن هو انا اقصد انه النظام وافق على كل شيء تتخذه الامم المتحده وليس له الحق ان 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 يعترض. هذا قضيه. القضيه الاهم نعم انه قضيه الاستخدامات الان يعني تلاحظ هاي الهبه ليش اقول لك انها هاي ذات وجهين. هاي الهبة بعد ثلاث أيام توقف خلاص سفيني اللي تنتهي القضية. المشكلة نتمنى أن يكون هنالك وعي جماهيري غير مسيس. هذا الوعي الجماهيري مثل ما تفضل أستاذ دكتور وائل بقضية يجب أن تدرس، يعني قضية أنه حقوقنا تروح ما متروح إطلاقا أبدا. يعني أولا قضية أنه ترسيم الحدود وقضية شط العرب بعدين أحكي عن شط العرب وقضية فار عبد الله إطلاقا لن تذهب. لماذا؟ لأن هذه ليست من اختصاصات الأمم المتحدة أو الأمم المتحدة كانت تتعامل مع نظام مارق ونظام غير معترف به دوليا، وبالتالي فإن أي اتفاقية تخرج مع نظام غير معترف به الأمم المتحدة لم تكن معترف بها، الجامعة العربية غير معترف بها، الإسلامي غير معترف به، وبالتالي فهو نظام غير معترف به. هذا جانب. جانب قضية ممكن نركز عليها أن هذا نعم. النظام كان مرفوضا جماهيريا وهي مهمة في المحاكم الدولية، أنما انتفاضة 91 كانت رفضا شاملا للأكراد والجنوب والوسط ضد هذا النظام، وبالتالي فإن هذا النظام مرفوض داخليا وخارجيا، وبالتالي أي توقيع يكون مرفوض. ثلاثة وهو الأهم، نحن أي تقديم يعني الآن للأمم المتحدة أخوان
اي تقديم لمحكمه العدل الدوليه، يعني ما اقدر اقول انني اعرف القضيه، يعني ما احكي بهي القضيه، اي تقديم لمحكمه العدل الدوليه لدينا وثائق تثبت بان هذه الحقوق العراقيه. دكتور من يقدمها؟ دكتور هاي مؤسسات دوليه، دكتور علي هاي مؤسسات دوليه تقول لك انا مو مواطن عراقي يقدم لي اياها، يقدم لي اياها صانع قرار، يقدم لي اياها حكومه تنفيذيه وناس ممثلين من الشعب العراقي. اذا وزاره خارجيتك حاطه وساده ونايمه، من اللي طالب بحقوقنا؟ هاي وحده. اذا تسمح لي دكتور الداخل وياك بالثانيه، قضيه المقصر نعم انت اكو صراع سياسي وتصعيد، بس من يطلع لك وزير الخارجيه الكويتي يقول اشكر المحافظ واشكر وزير الخارجيه واشكر الحكومه على ازاله محرمات البيوت على شريط الحدودي، هذا مو استفزاز؟ أنا ما كنت مستفزاز، بالعكس أقول أني هبة جماهيرية ضرورية جدا ويجب أن تبقى، بالعكس أنا رأيي هو عكس هذا، رأيي أن تستمر، رأيي مو توقف لمجرد قضية استخدامات سياسية، هذا قصدي عشان. يجب أن تستمر، ولكن القصد نعود إلى جوهر الموضوع. أي. أنا طبعا بالعكس أنا ما عندي رأي سلبي تجاه الهبة التي ظهرت، بالعكس إيجابية جدا، ويجب أن نؤكدها لأنه كثير من الناس ضاعوا لأنه كانوا مقاتلين كالحسين لوحدهم، ولذلك نحن نحتاج إلى ظهر جماهيري. هذا الظهر الجماهيري عندما يقول بهذه القوة سيرعب الآخرين. قضية تقول لي الحكومة الآن، يعني أنا أقول لك أنا موضوعي، أتصور بعض أنه دافع الآن العراق بالفصل السادس، خرج بالفصل السادس، أي شكوى من الكويت على العراق، العراق يعود الفصل السادس، وبالتالي اكو شيء بيد الحكومه مثل الجمر، ولكن الحكومه يجب 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 ان تماطل في جوانب معينه كثيره حتى لا يكون ذلك. اريد داخل وياك دكتور. خلي يرجعونا اراضينا وخلي يرجعونا الفصل السابق، خلي يعطونا اراضينا وخلي يرجعونا، احنا لا نقاتل بعض. لا عندنا قتال حبيبي دكتور. لحظه دكتور علي. انا لو ادري هيك الخروج من الفصل السابع امام هاي الخسائر الرهيبه، حقول النفط والقاعده البحريه والخور عبد الله وهسه ابشرك حقل الدره اللي ما حد يفك حلقه عليه، صح هاي خسائر كبيره ترى دكتور. حقل الدره اغنى بكثير من خور عبد الله، مليارات حقل غازي. نعم صح، اضخم حقل غازي نفطي راحوا السعوديين جابهم على حقل الدره. هسا الايرانيين ممكن، الكويتيين ممكن، لكن العراق اولى. ساكته الحكومه، لا بيان لا تصريح لا نداء. اذا دكتور قضيه دي. الفصل السابع وهاي قضيه حجه هاي. واذا رجعنا شنو يعني؟ واذا رجعنا يابا الف قرار صدروا على الكيان الصهيوني، الف قرار، عجب انتم خايفين ترجفون امبارح، شنو القرار؟ واليوم كان الكيان الصهيوني والى اليوم يتمدد. ما احترم الامم المتحده ولا نفذ قرار واحد من قرارات مجلس الامن الدولي، وهو الكيان الصهيوني يطبقون علينا. اي دكتور، هاي خوش مثال مال الكيان الصهيوني. تفضل. احنا طبعا ناس مضبوطين، انا لا ادافع عن الحكومه، وتعرف يعني اكبر منتقد الحكومه، وتعرف انت في منبرك والله اعرف حتى رادوا يعتقلوك مرتين وانا شاهد. مرتين اوروبا بسعادة، انا لا ادافع، بس انا اقول هذه ما تقوله الحكومه، احنا ناس موضوعيه، ولكن اقول هذه اولا قضيه ان يذهب هذا الحق لن يذهب اطلاقا، بالعكس هذه قنبلة موقوتة ضد الكويتيين. احنا لدينا وثائق، هذه الوثائق رسمية، في 1870 مدحت باشا والي العراق اللي يسموه المصلح وهو استعماري طبعا مثل هذا، ذهب للكويت باستضافة عبد الله الصباح الجابر، فتوسل به ان يكون قضاء مرتبطا بالبصرة، وذلك وافق بعد إلحاح من قبل عبد الله الصباح بأن يكون الكويت قضاء تابعا للبصرة ويتقاضى راتبا، وأكو وثائق لدينا كثيرة بأن الراتب كان يسلم إلى قائم مقام الكويت التابع للبصرة، هذه وثائق دامغة، وبالتالي نحن لدينا كل شيء. أما أن نور سعيد بعث رسالة، هذه رسالة أولا لم تكن من إدارة شعب، ثانيا البعثيين اللي راحوا وقعوا لي مع الكويتيين بدون رئيس الجمهورية اللي كان عبد السلام عارف،
هذه ايضا لا تاكل ولا طيب. دكتور يعني سؤال للحلول يعني. دكتور سؤال للحلول، ماذا تفعل الان الحكومه والجهات المعنيه صاحبه القرار حتى نجد مخرج وحل لايقاف تمدد الكويت او ايران او تركيا على الاراضي العراقيه؟ شنو اللي بيدنا الان ممكن ان نتحرك به سريعا وان ناخذ به قرار لاعاده الاراضي والمياه العراقيه؟ موضوع كباتة سياسية، أن نماطل بأي طريقة نخلق 50 مشكلة، نفجر الشارع وبالتالي نستغل قضية الشارع ونماطل ونبقى نماطل ما دام أنك ما موقع، وبالتالي أنت هذه المماطلة تنفعك لحين أن يأتي ضرب، الكويت تحتاجك والدولة تحتاجك، وبالتالي غصبا ما عليهم ترضى. بالتالي أيضا حتى هذه السلطة الآن اللي علينا الأمريكية وغير الأمريكية هذه ستزول إن أجل أو عاجل، وبالتالي من حق العراق أن يطالب. وبالتالي أقصد الآن المطلوب لا نحدد، المطلوب يبقى الوضع على ما هو عليه حتى أن نمتلك القوة، أما أن نوقع هذه ستكون وثيقة أخرى ضدنا، وبالتالي هذا حل. وثالثا على الحكومة أن تتحمل رأي الشعب، نسوي مثل ما سوى فيصل الأول الله يرحمه، كان الإنجليز ينطوه قليل وهو يريد، فكان يثور الشارع ويطالب المتين، ياخذ اللي يطوه يا الانجليز ويثور الشارع ويقول شوفوا الجماهير تريد ويطوه اكثر. وبالتالي يجب ان نستخدم صوت وثور الشارع وطالب المزيد، هذه الطريقه الوحيده، نحن مقيدون يعني احنا جميل. ما تلعب هاي قضايا جميل جميل دكتور علي نشبي، ولكن راح اعود لا يوجد حكم خارجي ولا بالدوله. نعم جميل دكتور عبد اللطيف، اكو سؤال مدوخني ومحير الشارع. الوضع هذا اللي احنا عليه الان بقضيه الكويت، من يطلع الكويت الان يقول لك انت ايران تركيا الاردن الدنيا كلها تتمدد عليك ما لك صوت، من نحكي انا الكويتي او اتحرك على اي قرار عمومي تطلع لي تتحدث بقرارات وعائديه الكويت. احنا الان لا استثمرنا علاقاتنا مع دول الجوار، لا الناس اللي نصرف عليهم، لا امريكا اللي منطيها الجمل بما حمل، وقاعدين على التلو ونتفرج وتالي. والله شوف في هاي المخططات دائما اغلبها بريطانية. طيب. كل التسيير كل مصايبنا. ودائما هم ايه؟ البريطانيين يشغلون مستشار لدى الحكومة الكويتية. صحيح. فكل الفترة الماضية اللي انعملت هاي المسائل اغلبها هي شغل البريطانيين الانجليز. فلما جو جماعة حاملين الحرب، الحرب دائما يفوز ياخذ أرض مو ينطي أرض، عادة ياخذ أرض، بس احنا انطينا أرض. ثلاثة اكو فد قضايا مبادرات حلوة في مجلس النواب. مجلس النواب اعترضوا على اتفاقية تنظيم الملاحة في خوار عبد الله، وشكلوا لجنة من 9 نواب، وهذه اللجنة قدمت تقرير من 12 ورقة وقالت لهم هاي اتفاقية مذلة وبالتالي نطلب إلغائها، لكن البرلمان والحكومة ما استجابوا. طيب. الآن أحد النواب أعتقد سعد المسعودي أو سعود الساعدي، سعود الساعدي أي. قدم طلب إلى وزارة الخارجية يطعن بقرار مجلس الأمن الدولي 833 لسنة 1963، ويا وزارة الخارجية تدخلي لدى مجلس الأمن الدولي، انتم ردتوا تخلقون الامن بترسيم الحدود، هسه ترسيم الحدود قاعد يقلق الامن اي وزعزع يسوون نشاره، احنا هذا شعبنا ما راح يسكت وقد يتحول الى شيء اخر. ممكن مو ممكن ممكن. فاذا انتم اذا جايين على مود تهدئه الامور عيدوا النظر بقراركم، صححوا فكرتكم ومساركم، صححوا ما أقدمتم عليه بشكل خاطئ وقلتم بالحرف الواحد، بس مو البرنامج مال أحمد ملا طلال أي. بالحرف الواحد أي. إحنا هاي أول مرة نرسم وآخر مرة نرسم، ليش أنا أسأل ألف سؤال أي. على هاي وهذا هم مدوخني شنو معناته أي شنو معناته يعني ليش بس ويا العراق ويا وقت انت ويا العراق، الجيش منتكس، الشعب بالحصار، الجيش انسحب ولكن هاجمتوه بكثير من الطائرات خلاف الاتفاق اللي عقدتوه في خيمة صفوان، يعني انت ترسم حدود بهاي الظروف مع البلد
ما معقوله. وين تريد توصل الكويت؟ ما معقوله. اسال سؤالي، وين تريد توصل الكويت دكتور؟ وين ما يوصلون؟ لا وين تريد توصل؟ لا يعني راح ياخذون مقصر واحنا بعدنا نحكي بالاستوديو. ما يخالف سياخذون مقصر، قلت لك هو مو الهدف مقصر. مو اخذوا القاعده. مو الهدف مو مقصر. والله انا اعيبها على ضباط القوة البحرية ان ينطون قاعدة مقصر. راحت؟ المهم ايه؟ يراد لنا خلق قاعدة بحرية مثل ما شكلها عبد الديري، وهو ضابط سوري كانت القوة البحرية من أقوى القوات البحرية في المنطقة، طوربيدات وأدري شنو كذا كذا، والرجل هسه الله يذكره بالخير قاعد بأمريكا. احنا يراد لنا قوة بحرية قوية، لأن اللي شفته القوة البحرية ما هي قوة، ويبدو أن هناك مؤامرة لإضعاف الجيش العراقي، يعني أنه ما يزود لا بطائرات ولا قوة بحرية ولا مدافع ولا بدبابات ولا ولا إلى آخره، يعني كما كان سابقا. فلهذا أقول بصراحة أنه تعديل قرار مجلس الأمن الدولي حتى تهدئون الطرفين الكويت والعراق وترضون الطرفين أيضا بنفس الوقت، وإحنا متجهين إلى الحالة الأمنية وهم هم يرجون استقرار، فيرجع مجلس الأمن الدولي يصحح من القرار، ما نقول لك تلغيه، لكنه خور عبد الله راح نطلع لك خرائط نقول لك هاي الخريطة. من يروح للمجلس الأمن؟ من يروح؟ أعتقد أكو أساتذة بالقانون تطوعوا أن يروحون إلى المحاكم الدولية، يعني بالنسبة لخور عبد الله هي بها محكمة المياه في ميونخ بألمانيا، صح، وأما المسائل الأخرى لا، في محاكم العدل الدولية. صحيح المحكمة الجنائية الدولية ما حد يقدر يراجعها إلا بالاعتراف ببيانها ونظامها الداخلي، لكنه محكمة العدل الدولية ممكن أن تقبل هذا الطعن. وتفاوضنا مع قسم من الأخوان الحقوقيين قبل 4 أيام في مجلس ثقافي انعقد عند الدكتور علي عبد الرزاق، وأعلنوا استعدادهم ورغبتهم في تكوين جروب والنظر في كل النواقص اللي احتواها القرار 833. سؤال سريع دكتور، تعتقد انه القضية الان اللي تدعو الحكومة على قضية التنمية المستدامة والخليج مجهزين نفسهم من عمان الى الكويت، قضية الربط السككي وغيره، تعتقد قضية خدق العراق على مستوى المياه هسه عزلة من الدرة، عزلة من قضية الفاو، القصة لها علاقة بالربط السككي؟ ودعتك وحتى قضية مقصر جزء من العدل. لو ان العراق اي قد أكمل ميناء الفاو الكبير ما يحتاج خور عبد الله كله، لو أكمل ميناء الفاو الكبير ليش؟ يعني راح يصير قدام خط الأساس، وبالتالي امتداداته وين؟ على المياه الإقليمية، هاي الأولى. اثنين، احمونا حقل الدرة، انطونا رأي، انطونا بيان، انطونا تصريح، انطونا توجيه. الديمقراطية تساوي الشفافية، الديمقراطية تساوي أن الشعب يجب أن يعرف كل شيء. ليه الساكتين؟ أما أن السكتون ترى هذا مو صحيح، هاي مو ديمقراطية. مدفوعة الثمن، يعني هسه احنا قابل بوقف صدام ما حد يقدر يسأله، ذاك دكتاتوري فردي شمولي ما كان أحد يقدر. مدفوع الثمن دكتور؟ والله يا أخي ما أدري، أنا هسه ما قاعد وياهم، بس هي الكويت تطي. خوسي الزيباري قال من كان وزير خارجية ب 2013 إيمو قال من كنا نروح نرجع يترسون الطيارة جنود دولارات، ما أدري، بس هم انسحبوا إلى هيئة النزاهة، وبهيئة النزاهة انكشفت الأمور صراحة. يعني قد يكون هذا الصمت مدفوع الثمن، ما أدري والله، ما تدري، ما أعرف. زين سؤال سريع قبل لا أروح الدكتور علي، ليش كل ما تصير أزمة بالداخل العراقي الكويت تتحرك تحكي عن الترسيم؟ كل ما عندنا أزمة حتى بداعش هي دائما تريد تخلق أزمات حتى تغطي على حقل الدرة بهذه الفترة. حقل الدرة أغنى بكثير من ما حصلت عليه، إنتاجه رهيب من الغاز، صحيح، ويوميا 500,000 برميل من النفط الخام، وقابل للتطور والزيادة، ويقال هسه احنا خوب سألنا الفنيين ويقال أنه أغنى حقل غازي في العالم راح يصير. جميل دكتور علي النشمي، خلنا نخلي الختام وياك. الوطن شنو دكتور علي؟ الوطن غير الأرض والمياه والسماء والشعب، شنو تعريفك حتى أعرف ذول ليش يتنازلون عن الوطن؟ والله الوطن هو شرف، وبالتالي الذي لا يملك شرفا لا يملك وطنية،
وبالتالي فهي قيم معنوية الإنسان يتمسك بها ويضحي ويدفع دماءه قربانا لهذا الوطن. الذي لا يملك هذه القيم لا يملك هذه المعنويات. وبالتالي فإن البعض من الناس الذين يبحثون، يعني واحد من وزراء المالية تبرع، كان نص قرارات متحدة بأن العراق يدفع فلوس الدعامات اللي هي 500 مليون أو العراق كان ما يدفع، يعني حكومة المالك كانت تماطل يعني. وإذا بصدفة 500 ألف دولار يقول لك الدكتور وائل 500 ألف دولار قال لي أنا أعطيتهم إياه. طبعاً اللي يساوي 50 مليار، لكن النص القرار يجب أن يكون من العراق. وبالتالي فإن هذه واحدة من الأشياء. أيضاً هنالك وزراء خارجية وغيرهم ذهبوا إلى الكويت، ورؤساء من الكتب من الرؤساء الثلاث ذهبوا وعادوا بهذا. الحقيقة هؤلاء الناس إنما بالتأكيد يخلقون شيئاً عظيماً، ولكن ثق مهما يحصل مهما يكون إطلاقا أبدا لن تذهب هذه الأراضي سكرا، والخاسر الأكبر ليس العراق. أنا بعثت رسالتين للحكومة الكويتية، قلت لهم نصيحة من مؤرخ، نعم، إنكم ذلك تلعبون بمستقبل أجيالكم، بدل أن تخلقون لأجيالكم أرضا ووطنا مستقرا آمنا تخلقون لهم قنابل موقوتة. وبالتالي الوضع في العراق متغير دائما، يأتيكم مقبول عسكري، تأتيكم سلطة دينية، يأتيكم واحد آية الله وغيرها، ممكن يكون قاعدة شعبية وبالتالي ممكن أن يجعل له شعبوية معينة من أهدافه هذه. وبالتالي لكي تجعل الكويت تعيش للأجيال القادمة فانقذوا أبناءكم من هذه القضية. العراق ضعيف الآن ولكن هذا الأسد مكتف الآن. دكتور علي اسمه داخلة سريعة، والعراق هم مو لعبة شعب، يعني بيزلم، يعني قضية الموصل حتى نحررها طينا 10,000 شهيد جبناها، وداعش ودول إقليمية ودولية تدعم داعش بملايين الدولارات، جبنا الموصل ركض بولدنا. علاقتنا بالدم قوية، علاقتنا بالدم قوية، والزلم تفاقة، يعني قضية باكر عقبة تاخذ مني قاع رجعها غصبا عليك وغصب عن أي حكومة. هم دي يفهمون هاي الرسائل لو لا دكتور؟ يا أخي شوف، أنا حتى أشوف هاي المظاهرات النوبات وحظ الدلار وهاي الشباب المنهارة والمتطرفة وغيرها، هذا هو العراقي، دمه موجود. وبالتالي أنت بس جيب لك واحد يوظف، هسا تشوفهم بالمظاهرات بالصراعات بالمادري إيش بالمهذا بالهوسات بالهذا، تشوفهم دماء تغلي. هذه الدماء، هذه الطاقات أخوان ما موجودة في العالم بعد، لا يوجد في أي بلد عربي ولا بلد أجنبي توجد جماهير تطلع الشارع تصمت. هذه الدماء لو استغلت بالتأكيد ستزيل قارات ولا تزيل دول. وبالتالي نحن نزاوت ونزامط ونراهن على هذا الدم العراقي الذي حتى نراه نوبات بهاي التمثيليات مال الفصل وما ادري شنو قوي هذا الصمت. انا افتقره، ولكن صمت اجد فيه دما تغلي. وبالتالي جميل دكتور، حتى ما انسى قضيه حقل الدره ما اخذناها وياك دكتور علي سريعا. حقل الدره هل هي ايضا قنبله موقوته بالنسبه للكويت اذا تجاوزوا حق العراق؟ بالتاكيد نحن الآن استطعتنا لو نجحنا في مد ميناء الفاو الكبير لكان أصبح العمق القاري مالنا أبعد. وبالتالي ولكن أيضا جزء وزارة النقل تتحمل اللي أخروا ميناء الفاو وأعطوه للشرق الكورية وخلناه يوصل ومشلبين بالساتر الأمواج وغيره. لو واصل هذا العمق اللي كان مخطط له أحد الشيخ، وبالتالي هذا العمق كان اولا عمقنا الاقليمي كان صار ابعد، وبالتالي كان اصبح حقا رسميا. ولكن حتى المؤامره على الفاو على ميناء الفاو من اجل حقل الدور. وبالتالي هنالك اشياء مستقبلا في قضيه حقل الدور. نعم جميل. دكتور عبد اللطيف طلعت القصه تعطيل الفاو مو قضيه موانئ وتجاره ونقل عالمي، اكو حقل غازي مرعب، اذا وين توصلوا له؟ مقصود التاخير يا اخي. والله ما اخذ مقصود شنو، الاوراق وصلت لي بال 2003 شهر التاسع 2003 وصلت لي المخططات والمرتسمات، ومسويتها شركه هالكرو البريطانيه وقدمها جوزيف حنا شيخ الله يرحمه تعليمات من القهر.
فخطته 190 رصيف وليس 90 مثل يا ربي. 190 رصيف، مطار، 250 ألف وحدة سكنية، 5 معامل، 5 فنادق، ما عدا شنو تجي وملحقاته، يمكن بال 500 ألف يعين ويسوي حركة. و20 سنة من 2003 دكتور، من كنت محافظ أنت للبصرة؟ 4 مراحل، كل مرحلة سنة ونص، يعني 6 سنوات من 2003 المفروض 2009 2010 يكمل. أخروه وإحنا اليوم بال 2023. كان أصل حقل الدرة، هذا هو المهم، كان من ضمن حل الشيخ ان طمر مئات الكيلومترات بالخرسان والتراب داخل الخليج، وبالتالي عمقنا الاقليمي من المياه سيصل الى حوالي 46 ميل، وبالتالي هذا الحق سيكون في نص اراضينا. نعم، هو كان احنا كنا معولين على ميناء الشيخ، ميناء الفاو من خلال حد الشيخ، وايضا انت كنت من اول الناس المناصرين له، اتذكر في 2003. صح، هذا لو مستمرين به الطمر كان وصل الى منطقه، وبالتالي هذا الطمر ميناء الفاو، يتصور البعض راح نبيع الفاو ميناء دكتور عندنا اي سريع دكتور دكتور عندنا بالقانون الدولي البحري 12 ميل ماخذينها 1958، اي 12 ميل مياه اقليميه، 12 ميل مياه متاخمه من عهد عبد الكريم قاسم، 58 ايضا منطينا 200 ميل ايضا للوصول الى المنطقه الاقتصاديه، فاحنا مياهنا محدده، هاي هم يردون يلعبون بها، هاي مقرب بموجب القانون الدولي البحري. هسه انكشف الغطاء من طلع قصه شو اسمه حقل الدره، عرفنا انه من الذي يحاول طمس او طم كل تعطيل، والله تعطيل لغايات مع الاسف ليست وطنيه وشريفه. لا خلينا نحكي بهالطريقه. لا جميل دكتور عبد اللطيف سعاد القاضي، شكرا جزيلا لجنابك، شكر موصول للحبيب الدكتور علي النشمي المفكر والمسوع العراقي. ان شاء الله من تعود من سويسرا بالاستوديو ننتظرك. تحياتي دكتور، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بالختام سريعا بدقيقة واحدة إذا يسمح لنا السيد المخرج، وهو بشرى سارة للشعب العراقي، أخبار مفرحة ماكو، قلت أزف لكم خبر عظيم جانا من وزارة الموارد المائية المكتوفة الأيدي. بشرى سارة للعراقيين، يتحدث وزير الموارد المائية السيد عون أمام الرأي العام العراقي ببشرى سارة، يقول لهم عودوا إلى حفر الآبار، عندنا خزين بالمياه الجوفية 250 مليار متر مكعب من المياه. الوزير بدل أن يزف البشرة السارة يعودنا على زمن الجاهلية وحفر الآبار داخل البيوت، لن يذهب إلى رئيس الوزراء ويقول له تعال خويا خلينا نشكل مجلس أعلى للمياه، بحيرة الحبانية انسدت، أهوار تشبايش انقفلت، أهوار ميسان راحت، دجلة والفرات صاير ساحات مال لعب طوبة، والآن أكو جفاف مرعب. تدعو الوزارة بعد أن فشلت فشلا ذريعا في إيجاد الحلول أو الذهاب إلى تركيا إلى إيران، يدعون الآن الشعب العراقي إلى حفر الآبار. بشرى سارة وسعيدة إلى العراقيين، ستعودون إلى الآبار والمياه الجوفية، بدل أن نذهب إلى إنشاء سدود طرق استراتيجية، نقصص الفساد اللي موجود بالموارد المائية اللي دا تعطون المضخات مال الثرثار شركة الفاو، شركة الصراف وغيره، اللي ابن المعالي يدير الوزارة. إن شاء الله يسمعنا السيد رئيس الوزراء. خويا وزارة الموارد المائية اللي أعلنت جنابك، أنت اللي راح تجيب الوزير وتتحمل مسؤولية الجفاف. أهوارك جافة، بحيراتك جفاف تام، ودجلة والفرات ينعبر مشي الآن. إن شاء الله تسمعنا. حفر الآبار خويا، سلام عليكم.